تستمر مملكة البحرين ممثلة بجمعية هذه هي البحرين وبالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تنظيم معرض البحرين للتسامح في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وسط إشادات إقليمية وعالمية كبيرة بتجربة البحرين الرائدة في تعميق مفاهيم العيش المشترك بين كافة الأديان والمذاهب والثقافات. يواصل المعرض البحريني الذي تنظمه جمعية هذه هي البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي إبراز تجربات المملكة الرائدة في التسامح والتعايش السلمي في قلب البيت الأممي، مستقبلا الكثير من كبار الشخصيات وعددا من رؤساء الدول أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لينقل رسالة سلام صريحة من أرض التسامح إلى أكبر محفل للأمم. مشاركة فريدة هذه المرة في هيئة الأمم المتحدة بأن تشارك جمعيات ومؤسسات ومراكز ليست بالشكل الرسمي الحكومي، وهي هذه المؤسسات الحقيقة غير حكومية، ولدينا في الحقيقة حضور ممتاز في هذه الدورة، ونريد أن نخبر العالم بأننا نتماشى مع الطرح الذي تتجه إليه هيئة الأمم المتحدة، خاصة بالنسبة للسلم والتعايش السلمي وطبعا التسامح وغير ذلك من الأمور الهامة التي تطرحها هيئة الأمم المتحدة هذا العام في دورتها 73. السلام والتسامح والعيش المشترك قيم إنسانية سامية من شأنها أن توفر للبشرية المقومات التي تساعدها على تحقيق تنمية مستدامة تكفل لشعوبها حياة آمنة ومزدهرة. تلك ما حملته صور المعرض البحريني بكافة أطيافه وأديانه ومذاهبه، جسده تلاحم المساجد والكنائس والمعابد بتوليفة قل نظيرها عالميا. لقد زار هذا المعرض عدد هائل من المسؤولين هنا في الأمم المتحدة وأخبروني أنهم لم يشاهدوا مثله من قبل هنا في نيويورك. لقد تلقينا إشادات أيضا من العديد من الدول، ومن بينها السويد وكندا وفرنسا، وكذلك من مصر والسعودية، وثمن الجميع ما رأوه وسمعوه من خلال هذا المعرض، وأشادوا بجلالة الملك وكلماته التي عرضناها هنا، حيث توقف الكثيرون من كافة الوفود الرسمية المشاركة وأبدوا أعجابهم بمعرض البحرين للتسامح وبالتعايش القائم في البحرين برعاية ملكية. بفضل رؤية جلالة الملك المفدى الثاقبة باستشراف مستقبل أكثر إشراقا لعالم ملؤه قبول الآخر والحوار البناء بين مختلف الثقافات والأديان، تبقى البحرين مع الجهود المبذولة من قبل جمعية هذه البحرين وبالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أكثر عزما الآن على مواصلة مساعيها الحميدة لتحفيز وحشد الدعم الدولي لكي يعم السلام في العالم وتعزيز وشائج القربة بين كافة الدول والشعوب. أن تكون في أحد أهم أروقة البيت الأممي وأكثرها صخبا بمناقشاتها الدولية الساخنة هو إنجاز تاريخي بحد ذاته على الصعيدين العربي والعالمي، يضع مملكة البحرين في مصاف أرقى الدول في مجال ريادتها لتحقيق السلام عبر تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك بتجانس ووئام. محمد جيوسي لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين، مقر الأمم المتحدة في نيويورك.